مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كيف غادي تشوفوا معنا وكيف شفتوا معنا أن واحد المجموعة من الشبان والمراهقين اللي في هاد الأثناء كيحاولوا أنهم يقلبوا على أي وسيلة باش توصلهم لشمال المملكة من أجل الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة. كيف كتشوفوا ها هما مجموعة من الشبان في اتجاه المحطة الطرقية بحثا عن أي وسيلة توصلهم لمدينة سبتة المحتلة من أجل الحريق. إذن هذه ظاهرة كبرت ووصلت للمدن أن مجموعة ديال الشبان كيحاولوا في الأثناء يبحثوا على الوسيلة باش يوصلوا. شوفوا شحال من واحد، كلهم قاصرين أو شبان في مقتبل العمر. هانتوما شوفوا شحال ها هما، كلهم كيبحثوا على أي وسيلة. هانتوما غادي تشوفوا معنا مباشرة على قناتكم شوف تي في مجموعة من الشبان اللي كيحاولوا يقلبوا على أي وسيلة باش يوصلوا لسبتة. شكون قال لهم سيرو؟ شكون مأطرهم؟ فين غاديين؟ الله أعلم. شوفوا كلهم قصيرين، كلهم باقين صغار، الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 16-17-18 سنة. كيبحثوا على شي وسيلة باش هما مجموعة أخرى هما هادو ربما أفارقة. كتشوفوا مجموعة أخرى هما فين جالسين في الأرض على رصيف في انتظار أنهم يغادروا. اللي في هذه الأثناء كيحاولوا أنهم يغادروا مدينة الدار البيضاء باتجاه مدينة سبتة المحتلة. هما جاو رجال الأمن، ملي شافوا رجال الأمن هما بداو كيغادروا، كيحاولوا أنهم يغادروا المكان. شوف مجموعة أخرى فين واقفين غادي نحاول نسولهم. خويا الدراري فين باغيين يمشيو؟ الدراري فين باغيين يمشيو؟ ما قال شافوا هذاك الفيديو تاع حل الحدود. اه يمشيو للناس فين؟ قصر الصغير طنجة سبتة. غادي طنجة قصر الصغير من تما باغيين يدخلوا. تماك باغيين يدخلوا. شكرا. إذا هانتوما شفتو
اللي يقولوا بانهم بغاو يمشيو لطنجه قصر صغير، شي حد كيوهمهم بان الحدود تفتحات وبان بامكانهم مغادره البلاد. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، مباشره على قناه شوف تي في مجموعه كبيره من الشباب اللي كيحاولوا في هذه الاثناء مغادره مدينه الدار البيضاء في اتجاه مدينه طنجه او سبته المحتله من اجل مغادره المغرب. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، تفاصيل اكثر تجدونها على قناتكم شوف تي في. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.